أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا وسهلا بكم. معكم المعلمة هلا تركاوي من مدرسة الشهيد عبد الرحمن عرفة، والآن سنتعرف على فراشات وعصافير مدرسة الشهيد عبد الرحمن عرفة. نبدأ ب مصطفى فتوح، محمد غزام، عبد الكريم الخليل، نور كنعان، مايا منصور، غادة الفريخ، جودي أبو ربيعية. تشرفنا بكم، والآن سوف ندخل ب درس جديد من مادة علم الأحياء والأرض، ألا وهو الإطراح. لكن قبل أن نبدأ أريد أن أطرح عليكم سؤالا، من خلال ما تعلمناه في السنوات السابقة، ما هي الأجهزة الموجودة في جسم الإنسان؟ من يجيب؟ مصطفى. جهاز التنفس وجهاز الهضم. يوجد عندنا جهازين، ألا وهما جهاز التنفس وجهاز الهضم. ماذا يطرح لي جهاز التنفس وجهاز الهضم؟ والآن لدينا الجدول الآتي، من يقول لي جهاز التنفس ماذا يطرح وجهاز الهضم ماذا يطرح؟ جهاز التنفس نور يطرح غاز ثاني أكسيد الكربون. وماذا أيضا؟ وبخار الماء. أحسنتي، فلتتفضلي تدونيها. دوني. غاز ثنائي أكسيد الكربون وبخار الماء. من يقول لي ماذا يطرح جهاز الهضم؟ مصطفى. الفضلات. الفضلات، أحسن، يطرح جهاز الهضم الفضلات. تفضل. أحسن، إذن المواد الزائدة والضارة في جسمي يتم طرحها بواسطة جهاز التنفس، يطرح بخار الماء وغاز ثنائي أكسيد الكربون، أما جهاز الهضم يطرح الفضلات. والآن سأطرح عليكم سؤالاً صغير، عندما نشرب المياه ويأخذ الجسم حاجته، ماذا سيحدث في المياه؟ هل سيبقى في جسمي أم ماذا سيحدث له؟ من يجيب؟ مايا. يطرح بواسطة العرق والبول. يطرح بواسطة العرق والبول، من يطرح لي العرق في جسمنا؟ من يطرحه؟ نور. الجلد. الجلد، أحسنتي، إذن يطرح العرق الجلد. والجهاز البولي ماذا يطرح؟ غادة. البول. البول، أحسنتم، إذن سنصنف الكلمات الآتية حسب ما تعلمناه الآن. الجلد ماذا يطرح قلنا؟ عبد الكريم. العرق. العرق، تفضل ندونها. العرق. وجهاز البول؟ جودي. البول. البول، تفضلي ودونيها. أحسنت. البول، أحسنتي، إذن يطرح المياه عن طريق جهاز البولي، يطرح البول والجلد يطرح العرق. نستنتج معا مفهوم الإطراح هو العملية الحيوية التي يتم من خلالها التخلص من المواد السائلة الزائدة والمواد الضارة في الجسم إلى خارجه. من يعيد لي ما مفهوم الإطراح الذي تعلمناه الآن؟ نور. هو العملية الحيوية التي يتم من خلالها التخلص من المواد السائلة الزائدة والمواد الضارة في الجسم إلى خارجه. أحسنتي، والآن سوف ننتقل إلى أقسام جهاز البول. نبدأ من الكليتان، ومن ثم الحالبان، ومن ثم المثانة، أخيراً القناة البولية. إذن نعيد أقسام جهاز البول، يوجد عندنا الكليتان، الحالبان، المثانة، والقناة البولية. سنبدأ أولاً بالحديث عن الكليتان. تشبه الكليتان الحبة الفاصولياء.
تقع الكليتان في الناحية الظهرية للتجويف البطني. من يحدد لي موقع الكليتان؟ تقع الكليتان في الناحية الظهرية للتجويف البطني. أحسنتي، تقع الكليتان في الناحية للتجويف البطني. والآن سوف نتحدث عن وظيفتها، تعمل كمصفات لتخليص وتنقية الدم من المواد السائلة والمواد الزائدة وبعض الأملاح المنحلة. إذن وظيفة الكليتان، عندما يأتي الدم إلى الكليتان فتعمل كمصفات تنقي وتصفي الدم من المواد السائلة والمواد الزائدة وبعض الأملاح المنحلة. والآن سوف نتحدث على أقسام الكليتان. لدينا مقطع طولي للكلية. تبدأ الكلية من القشرة، تليها مباشرة المنطقة القشرية، ومن ثم المنطقة اللبية، ومن ثم الشريان الكلوي. وظيفته الشريان الكلوي هو نقل الدم إلى الكلية. أما الوريد الكلوي فوظيفته نقل الدم من الكلية إلى الوريد الأجواف السفلي. الشريان الكلوي يحمل الدم المحمل بالمواد الزائدة والضارة، يأتي بها إلى الكلية. أما الوريد الكلوي فينقل الدم المصفى من الكلية إلى الوريد الأجواف السفلي. من يعيد لي ما أقسام الكليتان؟ غادة. المنطقة القشرية، المنطقة اللبية، الشريان الكلوي، الوريد الكلوي. أحسنتي، من يقول لي ما وظيفة الشريان الكلوي؟ محمد. نقل الدم إلى الكلية. نقل الدم إلى الكلية. أما الوريد الكلوي ما وظيفته؟ من يقول لي؟ مصطفى. نقل الدم من الكلية إلى الوريد الأجواف السفلي. أحسنتم، نقل الدم من الكلية إلى الوريد الأجواف السفلي. سأقوم بطرح سؤالين صغيرين عليكما. أول سؤال، ألا وهو: هل يمكننا العيش بكلية واحدة ولماذا؟ من يجيب؟ نور. نعم نستطيع. لماذا؟ لأن الكلية الواحدة تقوم بوظائف الكليتان معا. أحسنتي، إذن نعم يمكننا العيش بكلية واحدة لأنه تستطيع كلية واحدة القيام بوظائف الكليتان معا، حيث تستطيع تنقية الدم من المواد السائلة والضارة. سننتقل إلى السؤال الثاني، ألا وهو: لماذا تعد الكلية اليمنى أخفض من الكلية اليسرى؟ ماذا يوجد عندنا؟ لماذا تعد الكلية اليمنى أخفض من الكلية اليسرى؟ مايا. لوجود الكبد في الجهة اليسرى. اليمنى. لوجود الكبد في الجهة اليمنى. إذن تعد الكلية اليمنى أخفض من الكلية اليسرى لوجود الكبد في الجهة اليمنى. أحسنتم. سننتقل الآن إلى ثاني قسم من أقسام الجهاز البولي، ألا وهو الحالبان. الحالبان وظيفته هي نقل البول من الكليتان إلى المثانة. إذن ما وظيفة الحالبان؟ غادة. نقل البول من الكليتان إلى المثانة. أحسنتي، نقل البول من الكليتان إلى المثانة. سننتقل إلى ثالث قسم، ألا وهو المثانة. المثانة هي كيس عضلي يتجمع فيها البول القادم من الحالبان. من يعرف لي المثانة؟ من يقول لي؟ عبد الكريم. هي كيس عضلي يتجمع فيها البول القادم من الحالبان. أحسن، هي كيس عضلي يتجمع فيها البول القادم من الحالبان. يعد جدار المثانة لدي مرن لكي يتمدد وتتسع لتخزين البول. إذن لماذا يعد جدار المثانة مرن؟ غادة. لكي يتمدد ويتسع لتخزين البول. لكي يتمدد ويتسع لتخزين البول. سننتقل الآن إلى ثالث قسم من أقسام إلى رابع قسم من أقسام الجهاز البولي، ألا وهو القناة البولية. هل سيبقى البول في المثانة؟ من يجيب؟ هل سيبقى؟ نور. لا. طبعا لا. وظيفة القناة البولية هي توصيل البول من المثانة إلى خارج الجسم. من يقول لي ما وظيفة القناة البولية؟ مايا.
توصيل البول من المثانة إلى خارج الجسم. توصيل البول من المثانة إلى خارج الجسم، أحسنتم. والآن سوف نتحدث على آلية عمل الجهاز البولي. آلية عمله ألا وهو دم محمل لدينا بالمواد السائلة والضارة، يذهب عبر الشريان الكلوي، تحدثنا عنه منذ قليل. دم محمل بالمواد السائلة والضارة يذهب عبر الشريان الكلوي إلى أين؟ من يقول لي إلى أين يذهب؟ جودي. إلى الكلية. إلى الكلية. بعد عبر الشريان الكلوي إلى الكلية يتم تنقيته وتصفيته، حيث يذهب نقى إلى دم ويعاد إلى جهاز الدوران. أما البول يذهب إلى الحالبان ومن ثم المثانة ثم إلى القناة البولية وإلى خارج الجسم. من يعيد لي ما هي آلية عمل الجهاز البولي؟ نور. دم محمل بالمواد السائلة والزائدة والضارة يذهب عبر الشريان الكلوي ومن ثم تنقيه وتصفيه الكليتان، وعند تنقيته يذهب إلى الوريد الأجوف السفلي. وأما البول فيذهب إلى عبر الحالبان ومن ثم المثانة ومن ثم القناة البولية وإلى خارج الجسم. أحسنتي. هل لديكم أي سؤال؟ سأقوم بطرح بعض الأسئلة عليكم لنرى إذا لديكم أي سؤال أم لا. أول سؤال سيكون لصديقنا مصطفى. من هو القسم المسؤول عن نقل البول من الكلية إلى المثانة؟ الحالبان. أحسنت، الحالبان. محمد، من هو القسم المسؤول عن تنقية الدم من المواد السائلة والضارة؟ الكليتان. الكليتان، أحسنت. ثالثا، من هو القسم المسؤول عن نقل الدم إلى الكلية؟ عبد الكريم. الوريد. من هو؟ الشريان الكلوي. الشريان الكلوي، أحسنت. السؤال الرابع، يا نور، لماذا تعد الكلية اليمنى أخفض من الكلية اليسرى؟ لوجود الكبد في الجهة اليمنى. لوجود الكبد في الجهة اليمنى، أحسنتم. مايا، لماذا يعد جدار المثانة مرين؟ لكي يتمدد ويتسع لتخزين البول. لكي يتمدد ويتسع لتخزين البول، أحسنتم. غادة، عدد أقسام جهاز الإطراء أو جهاز البولي. الكليتان، الحالبان، المثانة، والقناة البولية، أحسنتم. جودي، عددي لي أقسام الكلية. القشرة، المنطقة القشرية، المنطقة اللوبية، الشريان الكلوي، الوريد الكلوي. أحسنتم. إذا أقسام الكلية هي القشرة، المنطقة القشرية، المنطقة اللوبية، والشريان الكلوي، والوريد الكلوي. أحسنتم يا صغاري. إذا ماذا تعلمنا في درسنا لليوم؟ نور. تعلمنا مفهوم الإطراح، هو العملية الحيوية التي تخلصنا من المواد السائلة الزائدة والضارة في جسمنا. أحسنتي. ماذا أيضا؟ مايا. جدار المثانة مرن لكي يتمدد ويتسع لتخزين البول. أحسنتي. ماذا أيضا؟ غادة. تعلمنا أقسام جهاز البول، الكليتان، الحالبان، المثانة، والقناة البولية. ماذا أيضا؟ مصطفى. تعلمنا أقسام الكليتين، القشرة، المنطقة القشرية، المنطقة اللوبية، الشريان الكلوي، الوريد الكلوي. ماذا أيضا؟ عبد الكريم. تعمل الكلية كمصفاة لتخليص لتنقية الدم من المواد السائلة والزائدة والضارة. أحسنت. محمد. تعلمنا أيضا قناة بولية تنقل البول من المثانة إلى خارج الجسم. جودي. تقع الكليتان في الناحية الظهرية للتجويف البطن. ماذا أيضا؟ ماذا تعلمنا؟ مايا. الكليتان تشبه حبة الفاصوليا. إذا أفكار درسنا لليوم الإطراح، حيث يتم التخلص من المواد السائلة والضارة في جسمي، ويتكون قلنا جهاز الإطراح من الكليتان والحالبان والمثانة والقناة البولية، حيث يتم تنقية الدم عبر الكليتان ومن ثم يذهب البول عبر الحالبان إلى المثانة، ومن ثم من المثانة إلى القناة البولية، يتم من خلال القناة البولية طرحها إلى خارج الجسم. إلى هنا ينتهي درسنا اليوم، مع تمنياتي لكم بالتوفيق الدائم.